السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. لهذا اليوم إن شاء الله نتحدث عن يونت 85 اللي هما عن الصم والأني. الصم هي أداة تستخدم مع المثبت، والأني تستخدم مع المنفي والسؤال. We bought some flowers، مثبت. إذن الصم تستخدم مع المثبت some وما يأتي بعدها something, somebody، أي كان. الأني مع النفي ومع السؤال we didn't، طالما جملة بها نفي إذا أني. زين، طبعا الأني تستخدم مع النفي بأي شكل كان، سواء إذا كانت بها not أو إذا كان النفي ضمني. شلون يعني ضمني؟ يعني ما يكون بعلامة النوت. She went out without، هذه without علامة للنفي. She refused to eat anything. Refused يعني رفضة. إذن هنا نفي. إذن نفي. إذن أي علامة تدل على النفي نستخدم لها any. زين، الصم دائما مع المثبت والاني ويا المنفي والسؤال، مع المنفي والسؤال. ولكن في قليل من الاحيان ممكن ان تاتي الصم مع النفي. بعض الاحيان اذا اكتبها ملاحظه بشكل رسمي دائما الاني مع المنفي والسؤال، ولكن الصم والصم مع المثبت. ولكن بعض الاحيان الصم تجي مع المثبت، مع المنفي عفوا، مع السؤال. الصم تجي مع السؤال. لعذر. Are you waiting for somebody؟ هذه حالات نادرة جدا قليلة. السم ما تجي بالنفي، تجي ولا بأي شيء. السم تجي فقط ويا المثبت وتجي ويا سؤال بحالات قليلة جدا، حالات قليلة جدا. زين، اكتب ملاحظة على الأني أيضا تجي مع الإف. عند وجود الإف ناخذ أني. مرات من القف ناخذ الأني، خليها ملاحظة يمك. إذا عند وجود الأني فأن هذا يعني وجود إف. We use any without doesn't matter. You can take any bus. Come and see me time on. مرات يعني الأني من يكون معناها doesn't matter، يعني لا يهم. الأني من يكون معناها لا يهم تستخدم يعني بالجملة لما يكون معناها لا يهم. You can take any bus، تقدر تاخذ اي باص يعني مو مهم. Come and see me anytime، تقدر تعال وشوفني باي وقت، مو مهم اي وقت يعني مو مهم الوقت. اذا الاني عد ما ياتي معناها لا يهم ممكن ان تجي. هذه خلاص ما عندنا بعد اشياء مهمه. مثل ما قلت لك السم الشيء يجي وراها، الاني الشيء يجي وراها، يعني نفس الشيء نتبع قواعد الاني. يعني من اقول لك مثلا احنا عندنا الاني تجي مع المنفي، اني بادي، اني ثينك، اي شيء كانوا وياها مو مشكله. ايضا اكتب لي ملاحظه ان السمون تجي وياها بعض الضمائر اللي هم الذي والذم والذير. بس هذه ملاحظات الخاصة بهذا الفصل.